مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. صراحه يعني اليوتيوب شانل تبعنا ما بحكي كتير عن شغلات سياسية ولا شغلات يعني فيها يعني شغلات مش متوقع انها تكون صحيحة او وجهات نظر. لكن اليوم الموضوع كتير، قرأت قصة عجبتني، وهي القصة ذكرتني بموضوع عم بيصير الان حوالينا. القصة بيحكوا انه في واحد عمل اكلة وحاول يبيعها للناس، للأسف كان يبيعها فيها مادة مسممة، فالناس عرفت في الموضوع وبطلت تستخدمها. فراح شو عمل؟ راح حط سم في منتج اللي ضده، الشركة اللي ضده، وصار يحكي للناس انه في هذا سم. اوكي، الناس طبعا، في ناس صدقت، في ناس ما صدقت، في ناس رجعت توكل تبعه، في ناس ما رجعت. anyway كل القرية ماتت، لانه اللي اكل من هذا تسمم واللي اكل من هذا تسمم. فكلاهما ما كان هدفه الحقيقي انه فعلا يعني انقاذ الجميع او اطعامهم بشكل صحي. القصة بتذكرني في موضوع الـ 5G اللي عم بيصير حوالينا، والمشكلة الكبرى اللي الولايات المتحدة الأمريكية بالذات عم بتحاول إنها تروج لها، إنه شركة هواوي اللي هي المالك الوحيد الآن للتكنولوجيا تبعت الـ 5G إنها رح تأخذ معلوماتها. يا جماعة القصة واضحة، إحنا معلوماتنا عند مين؟ عند فيسبوك، عند جوجل، عند تويتر، طبعا هي شركة ثالثة، انستغرام تابعة لفيسبوك، واتساب تابعة لفيسبوك، كل هاي المعلومات موجودة عند مين؟ عند شركات أمريكية، وبالتالي هو عند أمريكا، وأمريكا ما بدها أي معلومة من معلوماتنا تروح لدولة تانية. طبعا هذا السبب الوحيد اللي واضح. قبل أسبوع تقريبا طلعت فضيحة إنه الولايات المتحدة الأمريكية بتتجسس على تلفونات 120 دولة حول العالم. إحنا كنا 195 دولة، عم تتجسس على 120 دولة ومنها دول حلفاء، وبتتجسس كانت قبل 4-5 سنوات على تلفونات ميركل اللي هي رئيسة أو المستشارة الألمانية. فالموضوع إنه الولايات المتحدة بدها تعرف كل إشي. يعني هي بقت كل الموضوع مش صحتنا ولا همهم على مصارينا، همهم إنه مين يجمع المعلومات. طبعا هون حبيت أختم لكم، أنا مش عم بروج لشركة هواوي أو للشركات الأمريكية، احنا مش فارقة عنا مين ما حط هالهذا، غصب عنا بدنا نستخدم هدول التطور، عجبنا ولا ما عجبنا، هنستخدم التكنولوجيا تبعتهم بدنا ولا ما بدنا. لكن ذكرتني هذه بنكتة هيك حلوة شفتها على الفيسبوك قبل فترة، انه سوني بتبعت معلوماتي لليابان، هواوي بتبعت معلوماتي للصين، جوجل بتبعت معلوماتي لأمريكا، سامسونج بتبعت معلوماتي لكوريا، آسر بتبعت معلوماتي لتايوان. يا جماعة خذوا معلوماتي كلها وبعتوها لوين ما بدكم، المهم ما تبعتوها لمرتي. سلام، هلا أعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.